بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا في حاجز مشفى حلفاية، حيث تمكن المجاهدون من تحريره والسيطرة عليه بشكل كامل. طبعا نلاحظ الدمار الهائل في هذا المشفى، هو كان مشفى لمعالجة المرضى، ولكن النظام اتخذ منه حاجز لتحصين قواته على مشارف مدينة حلفاية. نلاحظ حجم الدمار كبير في الحقيقة، دمر كل المنشآت بما فيها المشاكل. الحقيقة كل شيء مدمر في داخل هذا المشفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك أخي؟ يا ريت لو تحكي لنا عن تحرير مشفى حلفاية. مشفى حلفاية أخي الكريم، منذ ظهر امبارحة تحت أقدام المجاهدين، والفضل والشكر لله والحمد لله رب العالمين. يعني قبل الدخول إلى حلفاية كان المشفى محرم، كان الدخول عن طريق زلين؟ كان الدخول عن طريق زلين، حاصرناه من جميع الجهات وبدأنا بإطلاق النار عليه واقتحمناه ولازم الفرار الخنازير أذناب النظام باتجاه حلفاية، باتجاه حلفاية وباتجاه الجنوب إلى حاجز الطيش. إذا تمكن المجاهدون في الحقيقة من تحرير الحاجز بشكل كامل، الحقيقة لا يوجد فيه إلا الدمار. إذا بعد معارك ضارية واشتباكات عنيفة تمكن المجاهدون من تحرير هذا المشفى والسيطرة الكاملة عليه بعد أن دحروا قوات النظام منه وكبدوها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. كان معكم محمود الحموي من حاجز مشفى حلفاية المحرر ريف وحمام.